الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم، من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الأطهار وصحابته الكرام والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا في حاشية العلامة الإمام الصاوي رضي الله عنه وأرضاه على شرح الخريدة لسيدي أحمد الدردير. اللهم انفعنا بعلومهما وعلوم مشايخنا في الله تعالى أحياء وأموات، اللهم آمين. وصلنا عند قوله في الشرح: وكل أمر قابل في حد ذاته أخذا مما تقدم للانتفاع وللثبوت، وكل أمر قابل للانتفاع وللثبوت جائز بلا خفاء. فالآن الكلام عن تعريف الإيه؟ الجائز. وقد سبق الكلام في تعريف الإيه؟ الواجب والمستحيل. فهذا ثالث الأقسام الذي هو إيه؟ الجائز، ثم الجواز ثالث الأقسام. فافهم منحت لذة الأفهام. وهو أيضا قسمان: ضروري ونظري. ضروري كخصوص الحركة للجرم أو السكون، كخصوص الحركة أو السكون للجرم. يبقى إذن كون الجرم إما متحرك وإما ساكن هذا إيه؟ واجب، لابد أن يكون إما متحرك وإما إيه؟ ساكن. طب وعرو يعني خلو الجرم عن الحركة والسكون، هذا مستحيل. أما خصوص أحدهما لا الآخر، هذا هو الجائز. وهذا مثال واحد فاحفظوه: الجرم إما ساكن وإما متحرك هذا واجب، لا ساكن ولا متحرك هذا مستحيل. أن نقول هو ساكن يعني نخصه بحركة لا بسكون أو بسكون، هذا هو الإيه؟ الجائز. والجائز ينقسم إلى قسمين: ضروري وقد ذكرنا المثال، ونظري كإثابة العاصي وتعذيب المطيع. قلنا الضروري لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى نظر أو إلى استدلال، فهذا يسمى الجائز الضروري، يعني يدرك بالضرورة من غير كبير عناء أو كثير تفكير. أما النظري يعني ينظر في دليله، يعني لا نصل إليه إلا بعد التأمل والنظر، فلهذا سمي إيه؟ نظري. نسبة إلى النظر أي الفكر، أي أننا نعمل الفكر حتى إيه؟ نعرف أنه إيه؟ جائز، يعني لا ندركه بالضرورة. يبقى النظري هو الذي يحتاج الإنسان إلى أن يتأمل أو يفكر حتى يصل إلى أنه جائز نظري. أما الضروري يدرك بالضرورة من غير عناء ومن غير تعب ومن غير مشقة كثيرة، أقل شيء أو من أول وهلة كما يقولون. مثل إيه الجائز النظري؟ جائز، ما قلنا لا واجب ولا إيه
لأنه لو كان واجبا يبقى معناها ثابت لا يقبل الانتفاء، ولو كان مستحيلا لكان إيه؟ منتفيا لا يقبل الثبوت. أما الجائز فإنه إيه؟ يقبل الانتفاء ويقبل الثبوت، ولكن لا يقبلهما معا، وإلا نرجع إلى الاستحالة. وإنما تارة وتارة، يعني مرة كذا ومرة كذا، تارة وإيه وتارة. مثل إيه الجائز النظري؟ إيه المثال؟ إثابة العاصي. احنا نتكلم هنا في الناحية العقلية، يعني العقل ممكن نجعل المعصية علامة أو أمارة على الثواب، اللي حيعصيني أنا اللي إيه هدخل الجنة وحاضله ثواب وأجر وحسنات، واللي حيضيع العكس. هذا جائز في العقل، جائز. ليس معنى جائز أنه واقع أو أننا نقول به، إنما هو حكم عقلي. يعني العقل ما عندوش ما يمنع من إثابة الإيه العاصي وتعذيب المضيع. وإذا كان أصلا أهل السنة يسندون الأفعال كلها إلى الله سبحانه وتعالى، يبقى ما معنى أن هذا ضائع وأن هذا عاصي، مع إنه الفاعل والمؤثر الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. فمستويان بالنسبة للشخص، هذا إيه فعل وهذا فعل، ولكن هذا الفعل سمي طاعة والفعل الآخر سمي إيه معصية. فكونه طاعة أو معصية ليس أمرا ذاتيا في الفعل، وإنما يرجع ذلك إلى الأمر والنهي. يعني طاعة لأن الله أمر به، يعني مثلا الزنا والزواج، هذا يعني قضاء وطر وشهوة، وهذا أيضا نفس، لماذا هذا حرام وهذا إيه حلال؟ لأن هذا أمر الله به وهذا نهى الله عنه. طب لو عكس وأمر بالزنا ونهى عن الزواج، لصار الزنا هو الحلال والزواج هو نفس الفعل، هل يختلف في ذاته؟ لا. والحركة يعني مثلا لطمة الصبي هي نفسها، إما أن تكون إيه إيذاء، لطمة إيذاء واحتقارا وإهانة، وإما أن تكون تأديبا. فإذا كانت لطمة الصبي تأديب وزجر له فتكون إيه طاعة، وإذا كانت يعني احتقارا تكون إيه معصية. يعني الطاعة والمعصية ليست إيه ذات الشيء، طاعة لا، بحسب الأمر وبحسب إيه يبقى إثابة العاصي وتعذيب المطيع ده جائز عقلي، ولكن هل هو ضروري ولا نظري؟ لأنه لو لم ننظر ونتأمل لا نحكم به بهذا الجواز العقلي. ومنه أقرأ يا شباب. قال: ونظري كإثابة العاصي وتعذيب المطيع، ومنه الشبع عند الأكل. الشبع عند الأكل هذا أيضا جائز عقلي، ولكنه إيه نظري، بمعنى أنه يجوز أن تشبع عند الأكل ويجوز أن لا تشبع. والإحراق عند مماسة النار أيضا هذا جائز، ولكنه إيه نظري، بمعنى أن النار عند مماسة الشيء الذي نريد إحراقه إما أن تحرقه أو لا تحرقه. ومن هنا نعرف الفرق بين إيه بين الحكم العادي، حكم العادي يعني كون النار تحرق ده ايه حكم عادي. ايه الفرق بين الحكم العادي وبين الحكم العقلي؟ انه لو كان احراق النار للاشياء
حكما عقليا لا يتخلف، أي حاجة توضع في النار تحترق، إنما نرى أنه يوضع الشيء وهو قابل للاحتراق والنار في قوتها وفي اشتعالها والشيء لا يحترق، فهذا يدل على أن كون النار تحرق ده حكم عادي. كيف عرفنا أنه عادي وليس عقلي؟ لأنه يجوز أو يمكن تخلفه، يعني هو مجرد أنه يمكن أن يتخلف. ولذلك لما ألقي سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلوات والتسليم في النار تخلف الحكم، وهو إيه؟ الإحراق. قلنا يا نار كوني بردا وسلام. إنما الحكم العقل ذه لا يمكن تخلفه، لا يمكن، يعني زي ما نحكم به بمنع اجتماع الضدين، هل ده يمكن يتخلف وفي مرة كده ولو واحدة في يعني تاريخ الدنيا كلها يجتمع الضدان؟ لا. كذلك كون الثلاثة فرد والأربعة زوج، هذه أحكام عقلية لا يمكن يعني لازمة لا تتخلف، لا يمكن الثلاثة بعد مثلا مليار سنة تبقى إيه؟ زوج، والأربعة لا، ثابتة لا تتغير. أما الذي يمكن تخلفه أو تغيره فهذا يسمى إيه؟ حكم عادي، يعني دلت عليه العادة ودلت عليه التجربة ولكن يمكن يتخلف. طيب واحد يسأل متى يتخلف؟ إذا شاء الله تخلفه، لأن هذه القوانين وهذه الأنظمة وهذه السنن الكونية وضعها الله تعالى وقال ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، يعني هي سنن ثابتة. إذا أراد الله تعالى أن يغيرها فعل، لأنه هو الذي وضعها. ولذلك جعل ما يسمى به بخوارق العادات. خوارق العادات يعني المعجزات أو الكرامات، جنس ما هو خارق. ولهذا كانت المعجزة أو الكرامة أو إلى غير كل الخوارق يسمى خارق للعادة، يعني يخرق الحكم العادي، لكن لا يمكن المعجزة ولا الكرامة ولا أي خارق مهما كان يخرق الحكم العقلي، لا يمكن. يعني لو مثلا قلبت ضربت هذا القلم فانقلب ثعبان، أظهرت لك معجزة، هل يمكن تصير السبعة ثمانية أو الستة سبعة؟ هل تتغير الفردية من السبعة إلى الزوجية أو الزوجية من الثمانية إلى الفردية؟ لا. إذن المعجزة تخرم أو تخرق ليه الحكم العادي، ولذلك سميت كده تعريف المعجزة أمر خارق للعادة، يعني لا يخرق، لأنه لو انخرقت العقول أو الأحكام العقلية نصبح مجانين. حكم العقل هو هنحكم به، فالأحكام العقلية دي لا تتغير. وسيدنا الشيخ صاحب كتاب الإبريز الشيخ عبد العزيز الدباغ بيقول إن الله تعالى لم يتعبدنا بما تحيله العقول، يعني الأشياء اللي هي محال عقلا ما لا يأتي في الشريعة تعبد بها ولا تدين بها، لأنه أصلا هي العقول لا تقبلها، يعني ترفضها. أما القسم الجائز سواء كان في الإلهيات أو في السمعيات أو في النبوات إلى غير ذلك، فهذا معناه معناه يجوز أحد الأمرين عند العقل، إلا أننا ننتظر دليل السمع، فالحكم فيها للأدلة السمعية وليس للأدلة العقلية. غاية ما يقول العقل في مثل هذه الأمور أنها جائزة، يعني لا يحكم العقل لا بإثباتها ولا بنفيها، فهذا هو
الجائز الايه العقلي. وكم من جائز في اشياء، كم من جائز عقلي ولكنه ايه غير جائز شرعا. يعني هو جائز في العقل لكن في الشرع غير جائز، ففرق بين هذا. فعندما نقول جائز في العقل لا تنكر، لأننا لا يعني بالجواز العقلي الجواز في الشرع. فمثلا عقلا يجوز أن يغفر الله تعالى الكفر أو الشرك، ما الذي يمنع؟ هو الذي يغفر، وهو إن أراد أن يغفر غفر، وإن أراد أن يعذب عذب. لكن لما جاء قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، امتنعت مغفرة الشرك من جهة الشرع لا من جهة الايه العقل. واضح ده؟ يلا يا شيخ. ومنه الشبع عند الأكل والإحراق عند مماسة النار من كل حكم عادي فإنه جائز عقلي. شوف كده، الحكم العادي ده جائز عقلي، جائز ليه؟ لماذا؟ يعني سؤال سريع كده وبسيط، لماذا حكمنا في أن الأحكام العادية جائزة في العقل؟ لماذا؟ لأنه لو حكمنا بأنها واجبة مش هتكون أحكام عادية، هتبقى أحكام إيه؟ عقلية. يبقى الحكم العادي جائز عقلا. ليه؟ لأنه يجوز في العقل وقوعه وعدم وقوعه. يعني الأمران جائزان، الأمران جائزان. يلا. والحاصل كما قرره شيخنا أن مثل الإحراق عند مماسة النار إن نظرت إليه من حيث ذاته بقطع النظر عن التكرر. والحاصل كما قرره شيخنا، يقصد مين؟ شيخ الإمام الدردير، الشيخ العدوي على حسب ما أعتقد والله، بس هو مش جايب عنها في الحاشية شيء. أبي الله ماشي. أن نعم لا هي موجودة في الشروح بس ماشي. أن مثل الإحراق عند مماسة النار ممكن يكون الشيخ العدو، ما هو نفسه في الفقه وكل ما فيش كده أيام. أي سأل شيخه العلامة العدو، نعم الشيخ علي العدو مش كده؟ يلا. والحاصل كما قرره شيخنا أن مثل الإحراق عند مماسة النار إن نظرت إليه من حيث ذاته بقطع النظر عن التكرر فهو حكم عقلي. أيوه شوف كده، خد بالك، إن نظرت إليه من حيث ذاته بقطع النظر عن التكرر، لأنه لو نظرنا باعتبار التكرر يبقى حكم عادي. أما إذا نظرنا إليه من حيث ذاته يبقى حكم عقلي، لأنه من الجائز النظري، لأن العقل إذا تأمل في وحدانية الله تعالى وأنه الفاعل المختار المنفرد بالإيجاد والإعدام علم أن الأفعال كلها لله تعالى. ما دمت الأفعال كلها لله يبقى عند العقل لا فرق بين كون الفعل طاعة ولا معصية، واحد دفع له دفع. علم أن الأفعال كلها لله تعالى وحده ولا تأثير لما سواه خلافا لمن غلط، وجعلها من الأحكام الواجبة العقلية التي لا يمكن انفكاكها. يعني في بعض الناس يخطئ يغلط ولا يفرق بين الحكم العادي والحكم العقلي، ويترتب على ذلك عدم معرفة الفرق بين المستحيل
العادي وبين المستحيل العقلي. المستحيل العقلي يعني لا يمكن عقلا طبعا ولا عادة، لأنه إذا كان مستحيلا عقلا، مستحيل عقلا فهو مستحيل عادة، لكن ممكن يكون مستحيل عادة وليس إيه؟ وليس مستحيل عقلي. كل ما هو مستحيل عقلي فهو عادي، شوف كده، وليس كل ما هو عادي يكون إيه؟ يكون عقلي. إذن إذا لم نفرق بين المستحيل، ما فائدة أو ما أهمية معرفة الفرق بين المستحيل العادي وبين المستحيل العقلي؟ إيه الفائدة؟ فائدة عظيمة جدا. أصل لو لم نعرف الفرق بين المستحيل العادي والمستحيل العقلي يؤدي ذلك إلى إنكار المعجزات والكرامات والخوارق كلها، لأنه لو جعلنا هذا مستحيل عقلي ومعناها لا يمكن يتخلف، يعني لا يمكن يخرق، والمعجزة أمر خارق للعادة. ففهمت الفرق؟ وذلك في كثير من العلمانيين والحداثيين وغير التيارات الحديثة الكثيرة تنكر الكرامات، وبعد كده يقول لك لا وبينكر الكرامات والإرهاصات، وطالما أنكر الخارق حينكر المعجزات برضه، بس هو بيعمل إيه؟ بيغلف الإنكار، فبيعمل إيه؟ يجي عند المعجزات عشان ثابتة في معجزات في القرآن ثابتة أو بأحاديث متواترة، فلا يستطيع أن ينكرها، فيعمل إيه؟ يؤولها. مثلا يجي ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم حجارة من سجيل، فيقول لك لا ده مش حجارة وسجيل وطير، ده ميكروب، يعني إيه؟ يلف ويدور. هو في الحقيقة بينكر، لأنه القضية واحدة، إيه الفرق بين المعجزة والكرامة؟ ده خارق وده خارق. فإذا أنكر خارق واحد والخوارق كلها متماثلة في أنها خوارق فينكر الكل، بس هي عند الحاجة اللي حتصدم فيها النصوص فيلتف إلى إيه؟ إلى قضية التأويل. حتى المعتزلة طريقتهم كذا، يعني يجي عند الميزان يقول لك ما فيش ميزان ولا كف ولا صنج ولا أعمال حتوزن، أما ليه الجافر يقول لك لا ده كناية، القرآن مش فيه كنايات وفي استعارات وفي بلاغ، ده كناية عن تحقيق العدل. ده أبو الصراط ما فيش حاجة اسمها إيه؟ صراط. وهكذا ينفي الأشياء الثابتة ولكنه لا ينكر النصوص أو لا يكذب النصوص ولكنه يؤولها. فكذلك نقول إنه لا بد من معرفة الفرق بين الأحكام العادية والأحكام العقلية، لأنه يترتب على عدم معرفة ذلك إنكار الخوارق، ومنها إنكار الإيه؟ وكثير من المفسرين الجدد أنكروا أشياء كثيرة بسبب عدم التفرقة بين الحكم العادي وبين الحكم العقلي. يعني مثلا حفرق لك أنا أمثلة، المشي على الماء ده مستحيل، هل تثبت القدم على الماء؟ مستحيل صح؟ هل أحد ينكر استحالة ذلك؟ ومن باب أولى المشي على الهواء، لكن هذا مستحيل عقلي ولا عادي؟ مستحيل عادي. فلما يجي مثلا يقول لك والله في واحد من الأولياء في السفينة حصل شيء فراح قفز كده ومشي على الماء، يروح على طول يكذب، لأنه عنده الاستحالة واحدة ما فيهاش عادية وما فيهاش عقلي. فإذا معرفة الفرق أمر ضروري ومهم، لأنه لو لم نعرف ذلك أقول لك مثلا إذا ألقينا إنسانا في النار ولم يحترق تقول ده مستحيل، أي حاجة توضع في النار ده النار بتذيب الحديد،
وتحرق الحجارة، كيف لا يحترق الإنسان؟ هيقول مستحيل، هقول له نعم هو مستحيل، لكن عادي ولا عقلي؟ وطبعا ما عرفش، فهيخلي الكل واحد. ومن أجل هذا ينكر عدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم، مع أنه وارد في الكتاب. فحالج إلى التأويل، خلاص حيؤول هذا الأمر. يبقى إذن خلاص فهمنا القضية مهمة كيف. فأمثلة كثيرة لا يفرق الناس بين كونها مستحيل عقلي أو مستحيل عادي. مثلا الشمس كل يوم تطلع علينا من المشرق، فلو قلنا لك إن الشمس طلعت من مغربها هذا مستحيل عادي، لكنه ليس مستحيلا عقليا، لأنه لو كان مستحيلا عقليا لا يتخلف، لا تغيره أو لا تؤثر فيه الخوارق. يبقى إذن إيه معنى المعجزة أصلا؟ أمر خارق للعادة. لكن هل رأيتم معجزة واحدة خرقت حكما عقليا؟ لا، ده في ديننا ما فيش. لكن في كلام موجود في الفتوحات المكية بتاع الشيخ ابن عربي، ونقل عنه الشيخ الشعران أنه يجوز له الجمع بين الضدين ويجوز المحالات العقلية، لكن بيقول إيه إنها في عالم تاني غير عالمنا. خلاص ما نشأنا، ما نحن نتكلم على القوانين اللي بتحكمنا. لكن نرد ونقول إن الاستحالة أصلا ليست عرضية وإنما هي ذاتية، فلا يتغير سواء في عالمنا أو في عالمه. زي كذب صاحب الإبريز هذا وقال لا ما فيش الكلام ده، إن وجود الشخص الواحد في مكانين في وقت واحد. جوز الكلام ده الشيخ، لكن بيقول لك في عالم تاني، كل عالم له قوانينه وله نظامه. خلاص أنا ما يهمنيش، لكن برضو أنا عاوز أرجع أقول لك إن هذه أمور ذاتية لا تختلف باختلاف الأماكن أو العوالم أو غيره. هذا الذي نعتقده. يلا. خلافا لمن غلط وجعل، وعارف قرأ الكلام ده قاله في الفتوحات في حاجة عشان تدور عليه تبحثه، حتصاب بالجنون لما تقرأ هذا الكلام. يقول لك أرض اسمها إيه؟ أرض أو عالم اسمه عالم السمسمة. لما ربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم، خلقه من إيه؟ طين. طبعا خلق من نفس الطين اللي خلق منه سيدنا آدم النخلة. وفي حديث اللي هو أكرموا عمتكم النخلة، عمتنا، لأنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم. تمام، موجود، بس مش عارف الصحة مدى أكرموا عمتكم النخلة. فبيقول إنه فضلت قطعة من الطين ده زي السمسمة، قدر السمسمة، فخلق منها عالم تاني يجوز فيه اجتماع الضدين ووجود الشخص الواحد في مكانين، وقال انه حصلت معاه تجربة شخصية في هذا. دخل على هذا الارض، قال دخلها وشاف فيها المحالات العقلية عيانا، شافها. ينتزع الروح يعني في الدخول هذا كما ينتزع الثوب يعني من الجسم. أنا ما زلت عند رأي، ما احترامنا وتقديرنا للشيخ الأكبر، لكن احنا قلنا هو حلها انه في عالم ثاني غير عالمنا ومع مخلوقات اخرى غير نحن. بس والله اعلم، مش عاوزين نتعمق اكثر من كده، وإلا حنبقى في الحالة دي، نسيب التصوف ونبقى وهابية. يلا يا مرشاه. والحاصل كما قرره شيخنا أن مثل الإحراق عند مماسة النار إن نظرت إليه من حيث ذاته بقطع النظر عن التكرر فهو حكم عقلي،
لأنه من الجائز النظري لأن العقل إذا تأمل في وحدانية الله تعالى وأنه الفاعل المختار المنفرد بالإيجاد والإعدام علم أن وأنه الفاعل المختار المنفرد المنفرد بالإيجاد والإعدام علم أن الأفعال كلها لله تعالى وحده ولا تأثير لما سواه خلافا لمن غلط وجعلها من الأحكام الواجبة العقلية التي لا يمكن انتكاكها. بس الفرق بين الحكم العقلي والعادي أن الأحكام العقلية واجبة والأحكام العادية جائزة، والأحكام العقلية فيها تلازم لا يمكن انفكاكه، والأحكام العادية فيها تلازم يمكن انفكاكه. سهل ولا صعب؟ فأسند التأثير لنحو النار إما بالطبع أو بقوة أودعت فيها. الغلط جاي منين؟ بيغلط في الأحكام ليه؟ العادية ويجعلها من الأحكام الواجبة العقلية، حينئذ إيه؟ لا يجوز الانفكاك ولا يجوز ليه؟ التخلف. فمثلا الإحراق للنار أهل السنة يقولون حكمه عادي لأنه يتخلف، وخذ بالك من معنى كلمة يتخلف، ما قال أهل السنة إنه يتخلف بمعنى أنه يقع التخلف، لا، يمكن أن يقع هذا التخلف ولو مرة واحدة. أما المدار أنه إيه؟ يجوز في العقل تخلفه حتى لو لم يتخلف أبدا، بس يمكن إيه؟ مجرد حكم العقل بإمكان التخلف أو إمكان الانفكاك يبقى صار إيه؟ حكما عاديا حتى لو لم يتخلف أبدا، لكنه حكم إيه؟ حكم عادي، ليس بشرط أو بالضرورة أنه يقع التخلف مرة زي ما حصل مع مين؟ مع سيدنا إبراهيم. يقول لك ده هي مرة وحيدة لم تتكرر في عمر الدنيا إنه إنسان يلقى. لكن تصور ابن تيمية في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ذكر ناس تاني حصل معاها نفس اللي حصل مع سيدنا إبراهيم، وأولياء ليسوا أنبياء، مش عارف القصة عن أبي مسلم ولا مين، أنه ألقي في النار فلم تحرقه النار فقال الحمد لله الذي ما أماتني حتى أراني من أمة محمد من فعل به كما فعل بإبراهيم الخليل. كتاب ابن تيمية مليء بالكرامات، كثير يذكر كرامات الأولياء، لكن السلفية لا يقرؤون هذه الكتب. مليئة كتب ابن تيمية بذكر كرامات أولياء الرحمن. فأسند التأثير لنحو النار إما بالطبع أو بقوة أودعت فيها طالما فيش انفكاك. خد بالك احنا بنقول ايه؟ من الفاعل ومن المؤثر ومن الخالق ومن الموجد أو المبدع؟ إذا فكل ما يحدث من تأثير سواء الإحراق بالنسبة للنار أو القطع بالنسبة للسكين أو الشبع بالنسبة للطعام أو الري بالنسبة للماء، كل ده بتأثير الله، وطالما بتأثيره يعني بخلقه، والله تعالى فاعل مختار. إذن فيمكن أن تشرب الماء ولا يحدث الري، أو تأكل ولا يكون الشبع، أو تلقى في النار ولا تحترق، إلى غير ذلك. ليه؟ لأن الفاعل هو الله، والفاعل المختار إن شاء فعل وإن شاء ترك. أما اللي ينسى الحكاية دي ويغلط ويخلي التأثير مش للفاعل المختار، تأثير الإحراق للنار، يبقى في هذه الحالة فأسند التأثير لنحو النار، مش لم يلتفت إلى وحدانية الأفعال، أسند التأثير لنحو النار. طب والنار كيف تؤثر؟ إما بالطبع
أو بقوة مودعة. إيه معنى بالطبع؟ يعني يقول لك النار دي طبيعتها، يعني ذاتية النار. الماء ده شوف كده، هو كده ماء يعني يروي، وإلا إذا ما كانش فيه الرواء ما يبقاش ماء، ده يبقى هواء أو تراب. يبقى إذن الرواء ده أمر ذاتي طبيعي. إحنا ممكن نقول كده برضه، نقول ده طبيعته كده، إحنا بنقولها وبنستعملها، مش الأشياء لها طبائع ولا حقائق، لكن طبيعة دي على وزن إيه؟ فعيلة. وفعيلة في اللغة العربية أو فعيل ينفع فاعل وينفع مفعول، فإحنا بنقول طبيعة يعني مطبوعة. أما هم بيقولوا طبيعة يعني طابعة، يعني فاعلة مؤثرة. هذا هو الفرق بيننا وبين الطبائعين. فهم طبع الله على قلوبهم وأعمى أبصارهم، فقالوا إنها إيه؟ هي التأثير لها يعني هي المؤثرة، يبقى هي فعيلة بمعنى فاعلة. أما إحنا بقولوا لا، ده هي طبعت كذا، ربنا طبعها كذا، يعني أوجدها كذا، جعل هذا طبعا لها، بمعنى طبعها الله على ذلك، فهي مطبوعة ليست هي الايه المؤثرة. خلاص كده. يبقى اللي أسند التأثير لنحو النار إما بالطبع يعني بطبعها أو بطبيعته، وفي نوع آخر من التأثير. طبعا كلا القولين الطبع والعلة لمين؟ للفلاسفة. إيه الفرق بين العلة ومن يقول بالطبع فذاك كفر عند أهل الملة؟ ما الفرق بين التأثير بالعلة مع أنه النتيجة واحدة وبين التأثير بالطبيعة؟ قالوا كل ما في الأمر هي ذي الطبيعة، العلة التأثير الذاتي، ما هو تأثير ذاتي سواء كان بطبعها أو بعلتها أو بها. ما الفرق بين ومن يقول بالطبع أو بالعلة؟ قالوا التأثير بالعلة لا يتوقف على شرط ولا انتفاء مانع، أما التأثير بالطبيعة يتوقف على شرط وانتفاء، يعني وجود شرط وعدم مانع. ده التأثير بإيه؟ بالطبيعة. بمعنى مثلا شوف كده، هات الكبريت ولع كده النار، اشعل النار، وهي الورقة وهي النار، والاثنين هم متجاورين، وده موجود وده موجود، يعني الورقة ما احترقتش. قال لك ما هو لازم في شرط. ايه هو الشرط؟ المماسة، لازم النار تمس ليه الورق. وفي شرط تاني، افرض مثلا شوف كده، هات كده ولا مش هتحترق. ليه؟ قال لك في مانع اللي هو الايه البلل. فعشان الطبيعة تؤثر لازم يبقى في شرط اللي هو ايه وجود، يعني حاجة وجود وحاجة نفي، حاجة اثبات وجود شرط اللي هو ايه المماسة. طيب مثلا وجد الشرط وجبنا وما فيش ليه؟ قال لك في مانع، انتفاء، لازم ينتفي المانع اللي هو البلل. يبقى في هذه الحالة إذا توقف التأثير على وجود شرط أو انتفاء مانع فهذا هو تأثير الطبيعة. أما إذا كان لا يتوقف على شرط ولا على انتفاء مانع ده يسمى علة. هم نفسه، بس ده إيه؟ علة وده إيه؟ وده طبيعة. خلاص كده؟ يعني شوف مثلا، شوف كده الخاتم حرك الأصبع، لا يتوقف على شرط ولا على انتفاء ما، ده اسمه ايه؟ علة ومعلول، لأنه العلة وجدت وجد الايه المعلول. خلاص ما فيش علة ما فيش معلول، ما فيش معلول ما فيش، يعني في ايه طرد وفي تلازم، نفيا وايه واثباتا. فالعلة تدور مع المعلول وجودا وايه وعدما. اما الطبيعة لا، لازم يبقى في ايه شرط ولازم ينتفي مانع. يبقى الخلافة لمن غلط وجعلها، يعني هي أحكام عادية
راح جعل حولها أحكام عقلية التي لا يمكن انفكاكها، لكن الأحكام العادية يمكن، فأسند التأثير لنحو النار. إما بالطبع يعني قال لك النار مؤثرة، يعني مؤثرة في يعني هي التي تؤثر، يعني توجد أو تحدث أو تخلق، زي ما السمع هو كده التأثير، سميه إيجاز سميه خلق سميه إبداع، المهم التأثير يعني الإحداث، إحداث شيء لم يكن. إما بالطبع أو بقوة أودعت فيها. إيه الفرق بين التأثير بالطبع؟ إحنا شرحناه. إيه الفرق بين التأثير بالطبيعة أو بالطبع أو بالقوة المودعة؟ يعني شوف النار كده تحرق، بس إيه فيها قوة تسمى قوة الإحراق، وفي الماء في قوة تسمى قوة الإرواء، في الطعام في قوة تسمى قوة الشبع، وهكذا في جميع الأشياء في جميع الأسباب. احنا بس بنجيب أمثلة فقط، يعني ما تمسكش في حكاية النار والماء والسكين، في كل شيء يحدث إيه شيئا باقترانه مع شيء آخر. القوة المودعة، يعني كلمة مودعة معناها ليست قوة ذاتية وإنما هي قوة مودعة، والذي أودعها هو الخالق سبحانه وتعالى. وهذا هو قول مين؟ قول المعتزلة، أن التأثير يكون بالقوة المودعة. ولولا أنهم قالوا إن القوة المودعة مخلوقة لله لحكمنا بكفرهم مع الفلاسفة سواء بسواء ولا فرق، لأنهم جعلوا التأثير لغير الله. أما هؤلاء جعلوا القوة المؤثرة مخلوقة لله، فكأنهم أرجعوا التأثير إلى الله، لكن ليس مباشرة، بواسطة يعني الله تعالى يحرق، تمام، القوة التي خلقها الله أو أودعها في النار هي التي تحرق، ولكنها مخلوقة لله وليست ذاتية في العبد. ومن هنا ما حكم العلماء بكفرهم بل بفسقهم، يعني نزلوهم درجة فقط كده. يلا طيب مولانا، القوة المودعة دي تكون عقلية أم لا تتخلف؟ ليه؟ القوة المودعة على كلام أنها لا تتخلف. لا، ما تكلموش في التخلف، أن هو تأثير القوة، تقصد يعني تأثير القوة المودعة يتخلف أو لا يتخلف؟ كده يتخلف إذا كانت فيها قوة ذاتية، قوة مودعة. هو تحقيق قول المعتزلة أنهم لما أسندوا التأثير للقوة المودعة لم يقولوا بعدم تخلفه، لكن هو هنا بيقول لك هنا خلافا لمن غلط وجعلها من، يبقى الكلام هنا يخص الخطأ الواضح البين، مين؟ يخص الفلاسفة. أما المعتزلة في احتمال، معناه هي كلامه يعني في احتمال أن قولهم مثل قول الفلاسفة في تلازم عقلي، وفي احتمال آخر ما يكونش في تلازم عقلي فترجع إلى الأحكام العادية. في الاحتمالين، لأنه هنا رجعلها من الأحكام الواجبة العقلية التي لا يمكن خلافها، فأسند معناته لما يقول بالقوة المودعة معناته جعلها واجب عقلي. ما هو كذا معناه اللي يقول بال لا تتخلف، لا تتخلف. يلا نعم. سؤالين، السؤال الأول، هل معنى ذلك الإنسان ليس له تأثير أصلا، ولا هو له تأثير لكن بتأثير الله وبإرادة الله؟ لا، لسه لما نحرر بس المسألة، انتظر قليلا، ربما يأتي الجواب في الذي سيذكر الآن. يلا. الفلاسفة يعني هل يعني نحكم بكفر كيف يعني؟ حتى لأنهم جعلوا الخالقية أو التأثير للأشياء وليس لله، هم دل جعلوا التأثير للأشياء. وما يقول بالطبع، مين اللي قال بالطبع؟ هم.
والشيخ قال فذاك كفر عند أهل الملة. لكن نرى كثير من العلماء يقف ضد هذا الأمر، يقول نحن لا نكفر الفلاسفة لا نكفر على التعيين، احنا بنحكم على 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 الأقوال على العقائد لا على الأشخاص. ربما يكون قالوه جهلا أو قالوه يقصد، إنما أتكلم على الإيه هذا الاعتقاد، ولم يقل ومن يقل بالطبع أو بالعلة لم يقل فذاك كافر، قال فذاك كفر. قال وإن نظرت إليه من حيث تكرره على الحس سمي حكما عاديا، وقد علمت أن الحركة والسكون. يبقى إذن إيه اللي خلاك عرفت أنه حكم إيه عادي؟ من حيث إيه التكرار، لكن من حيث هو في نفسه أو في ذاته حكم إيه عقلي. وقد علمت أن الحركة والسكون للجرم، خد بالك، يصح أن يمثل بهما. ده المثال ده مهم، الحركة والسكون للجرم يصح أن يمثل بهما لأقسام الحكم العقلي الثلاثة. شوف كده هو نفس المثال، وينفع أن يمثل به للأحكام الثلاثة. فالواجب يعني إيه؟ يعني المثال مثال إيه؟ الواجب العقلي هو إيه؟ ثبوت أحدهما لا بعينه للجرم. ما احنا قلنا كده الجرم إما متحرك وإما ساكن، لكن ما عينا، فهذا هو الواجب. يعني كون الجرم إما متحرك أو ثابت لا على تعيين أحدهما، فهذا واجب عقلي. ده والمستحيل نفيهما معا، يعني الجرم لا متحرك ولا ساكن، والجائز ثبوت أحدهما له بالخصوص. إنما مثلا لما أقول مثلا وجود غراب على منارة الإسكندرية جائز، خلاص كده جائز يكون فيه أو جائز يكون ما فيه، إنما هنا ده حكم إيه جائز، خلاص واضح كده، لأنه إحنا ما عينا واحد من الإيه من الأمرين. يلا. فإن قلت التعريف للماهية وكل للأفراد، فكيف يصح أخذك لفظ كل في تعريف المستحيل والجائز؟ هو عاوز يقول لك إيه، فإن قلت التعريف للماهية، التعريف لما بنعقله الحد، مش قال لك شيخ حسن بيقول إيه وكل أمر، كل أمر عاوز يعرف هنا إيه وكل أمر قابل للانتفاء وللثبوت، يعني ما هو الجائز، كل أمر قابل، أو ده التعريف. فهو عاوز يقول لك التعريف للماهية يعني حقيقة الجائز، يعني ما هو، كلمة ماهية يعني مركبة من ما وهو. أما كلمة كل، يعني لماذا قال في التعريف كل؟ كان المفروض لما يجي يعرف الجائز يقول لك إيه أمر قابل من غير كل. ليه؟ لأنه التعريف للماهية ما فيهاش أفراد الماهية، وكل يبقى للأفراد. واضح كده؟ فإن قلت التعريف للماهية يعني للحقيقة من حيث هي بقطع النظر عن الأفراد، وكل للأفراد، فكيف يصح أخذك لفظ كل في تعريف المستحيل؟ ده مش كمان جايبها في الجائز، ده جايبها في المستحيل والجائز، مش كده؟ قلت